اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الريمونتادا. بحي المسؤولين في شركه تذكرتي، لان انا بعد ماتش الاهلي وسان جورج اتكلمت في حته اسعار التذاكر، وقلت ان اسعار التذاكر اعلى من يعني امكانيات الشباب الصغير اللي عايزين يخشوا المدرج، واحنا عايزين نرجعهم المدرج، ونفسنا ان نشوف مدرجاتنا مليانه بيهم، بجمهور الكره الحقيقي مره تانية. وفرحت جدا ان الاستجابه كانت سريعه من المسؤولين في شركه تذكرتي، وطرحت النهارده تذاكر المباراه القادمه لنادي الزمالك ارتا سولار في استاد القاهره يوم السبت القادم باسعار افضل بكتير واحسن بكتير من اسعار تذاكر المباراه الماضيه. الماتش اللي فات بتاع الاهلي كانت التذكره زي ما انا لو تفتكروا اتكلمت مع حضراتكم بعد المباراه بتاعه الاهلي وسان جورج، ووجهت نداء وطلب للمسؤولين بخفض سعر التذاكر، لان احنا عايزين نشجع اولادنا ان هم يرجعوا للمدرج مره تانية. وقلت من يومين التذكره لو ب 75 جنيه والمشوار بتاع رايح جاي والاكل والكلام ده بقى 75 جنيه، 150 جنيه كتير على شاب صغير عايز يروح الماتش وعايز يستمتع بفريقه ونفسه ان هو يرجع المدرج مره تانية. النهارده الاسعار التذاكر ترحب بتاعت ماتش الزمالك، والتذاكر اللي كانت ب 75 نزلت ب 60، والتذاكر اللي كانت ب 350 نزلت بقى ب 150. امام حضراتكم يعني العرض التذاكر من للزمالك، حاجه يعني نزلت كبار الشخصيات 150 جنيه، يسار 60 جنيه، كله اولى شمال 60 جنيه. بشكر الساده المسؤولين تاني، بشكر الساده المسؤولين على يعني استجابتهم لطلبي بخفض اسعار التذاكر، وده دور الاعلام وده دورنا. احنا دايما بنبص او بنناقش بعض القضايا بشكل مختلف وباسلوب مختلف ومن زاويه مختلفه. احنا دايما مع الجمهور وما بيهمناش اي حاجه الا المصلحه العامه. والناس في ناس طلعت قالت الجمهور ليه ما بيروحش المدرج؟ لا، الجمهور لازم توفر له اسعار تذاكر معقوله للشباب الصغار، لان تاني جمهور الكوره الحقيقي هو اللي هيطرد لك الجمهور المسيس من المدرج. خدها مني كلمه تاني، رجع جمهور الكوره الحقيقي للمدرج، هتخلص من المشكلة اللي انت خايف منها، ان شوية عيال قبيضة يخشوا قبيضة مسيسة يخشوا وينفذوا اجندة لحد. هي دي الطريقة الوحيدة ان انت ترجع جمهور الكورة تاني للمدرج، انك تخفض اسعار التذاكر. برافو، مية مية، هو ده الطريق الصح. لو بتدور فعلا، واحنا كلنا بندور وجادين في ملف عودة الجماهير الى المدرجات، لازم كلنا نتكاتف، ولازم يبقى في قانون بيطبق على الجميع، ولازم المسؤولين يبقوا عارفين ازاي اشد الشاب الصغير للمدرج مرة تانية بتاع الكورة، اللي ما بيهموش حاجة الا انه جاي يشجع كورة، اللي بيروح بيعيط لما فرقته بتتغلب، اللي حتى لما بيخرج عن النص بيخرج عن النص في إطار كرة القدم وفي إطار مشجع كرة القدم، لأن مشجع كرة القدم مختلف، مش زي مشجع التنس، مش زي مشجع الجولف، ليه نظام في كل حتة في العالم، ليه شكل، في حماس، في شغف. يعني
حاسس بالملعب، حاسس بفرقته، عارف امتى يشجع، عارف امتى يهاجم. هو ده جمهور الكره الحقيقي اللي احنا كلنا بنحلم ان هو يرجع للمدرج مره تانيه. مره تانيه بشكر المسؤولين في شركه تذكرتي على خفضهم لاسعار التذاكر بنسبه تعتبر كويسه جدا. دلوقتي بقى جه دور الجمهور، ارجع شجع فريقك، ما تخافش ما تخافش، في المدرج انت في امان، في وسط اخواتك اللي بيشجعوا نفس النادي اللي انت متربي عليه. تذاكر التالتة يمين خلصت للزمالك، وانا بكلم حضراتكم، شجعوا الناس ان هي ترجع المدرج، شجعوا العائلات، شجعوا الاب والام ان هم ياخدوا اولادهم ويطلعوا على المدرج يشجعوا فرقتهم ويروحوا ماتشات المنتخب. لازم كلنا نبدا كامبين وحمله وكلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ان احنا نرجع الجمهور الحقيقي بتاع الكوره للمدرج مره تانية. استدعاء امين عمر الحكم الدولي للتحقيق بعد طبعا يعني ماتش امبارح ما بين الزمالك والمقاولين، واحنا دايما بنقول ان اخطاء التحكيم وارده، اخطاء التحكيم وارده وكلنا بني ادمين وكلنا بنغلط، لكن اخطاء التحكيم لما تكون متعمده يبقى لازم يكون في عقاب، ولازم يكون في عقاب معلن زي ما بنشوف في كل دول العالم اللي بتحترم بعض وبيحترموا الأندية وبيحترموا مسؤولي الأندية وبيحترموا الجمهور اللي قاعد في المدرج وقاعد بتفرج في التلفزيون، ان لازم يبقى فيه شفافية. بحيي لجنة الحكام على استدعاء أمين عمر للتحقيق، وبطالبهم ان لو في عقوبة انها تكون معلنة عشان يكون مثل لأي حكم بيكون عنده أجندة خاصة بينفذها. لأن تاني، وقلت الكلام ده امبارح، لما حكم يرفض تطبيق القانون لسبب ما بقى جوه قلبه، ربنا وحده اللي يعلم هو رفض تطبيق القانون ليه، يبقى لازم يتحاسب، ولازم يبقى فيه عقاب، ولازم يبقى فيه عقوبة. لأن ما حدث بالأمس في مباراة الزمالك والمقاولين زي ما قلت لكم امبارح بمثابة فضيحة للتحكيم المصري ولأمين عمر وشخصه طبعا، لأن الرجل رفض تطبيق القانون أو رفض تنفيذ القانون. الرجل قال لك أنا مش مقتنع بالقانون، حاول ان هو يبرر لنفسه انه ما يحسبش ضرب الجزاء اللي كان واخد نية من قبل الذهاب الى تقنية الفيديو بانه لن يحتسب ضربة الجزاء حتى لو ثبت عكس ذلك، حتى لو شاف عكس كده. كابتن محمد عادل يعني بيقول له ان الكرة ضرب الجزاء والراجل كبر جسمه بايديه، الرد بتاعه طيب لا ده ربع الكرة اللي دخل بس. ما انت يا كابتن امين لو جاهل بالقانون فدي مصيبة، او بتتظاهر بانك جاهل بالقانون فدي مصيبة اكبر. والله الكلام ملوش لا علاقة لا بزمالك ولا اهلي، انتوا عارفين انا الحكام بشيد بيها في الوقت اللي بيأدوا فيه اداء جيد، لكن لما يكون في تعمد بان احنا ننفذ اجنده خاصه ونتحكم في نتائج مباريات بشكل ما، لا لازم يبقى في تحقيق ويتعرف امين عمر عمل كده ليه. وانا قلت لحضراتكم من اكتر من سنه ونص بتاريخ 26 ابريل السنة اللي فاتت 2022، طالبت لجنة الحكام بان يكون في اعلان عن الحديث اللي بيحدث ما بين حكام الساحة وحكام الفي اي ار للسادة للمتابعين والمشاهدين، عشان تحط الحكم في مسؤولياته وتحط حكم الفي اي ار في مسؤولياته، يبقى عارف
ان الحديث ده على الهوى. لو امين عمر او كابتن امين عمر كان عارف ان الحديث بتاعه مع الكابتن محمد عادل امبارح مذاع كل الناس سمعاه، كان هيعمل الف حساب لكل كلمة خارجة من بقه، وكان هيطبق القانون. تعالوا شوفوا بتاريخ 26/4/2022 من سنة ونص او اكتر، انا طالبت بايه؟ انا برضو عارف ان ده مش موجود في قانون الاتحاد الدولي، لكن انا نفسي ان احنا نسمع الحديث اللي ما بين حكام الناس الحكام اللي قاعدين في الغرفه بتاعت الفي اي ار بتاعت الفار يعني تقنيه الفيديو، وما بين الحكم بالساحه بتاع الملعب بيتقال له ايه؟ ايه المشكله ان كره القدم تبقى زي ال NFL او كره القدم الامريكيه اللي انت بتبقى سامع كل الديالوج والحديث اللي ما بين حكم الساحه وما بين الناس اللي حكام تقنيه الفيديو والكلام والمناقشه اللي موجوده ما بينهم؟ ايه السر يعني؟ مش فاهم. انا شايف ان الكلام ده المفروض يبقى معلن، ومن حق الساده المشاهدين والمتابعين ومسؤولي الانديه ان هو يعرفوا ايه النقاش وايه الحديث اللي بيدور ما بين الحكام بتوع الفار وما بين حكم الساحة. ايه المشكلة ان انت يعني تسمح بالكلام ده؟ ما تتخضوش، ده انا من سنة ونص قلت وطلبت ان لازم الحديث ما بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو يبقى معلن ويبقى مذاع، او حتى لو مش مذاع على الهواء بسبب قوانين الفيفا، انه لازم يبقى فيه فقرة تحكيمية حتى لو في احدى القنوات التلفزيونية والبرامج التلفزيونية. روح خد الفقرة دي وجيب رئيس لجنة الحكام وخليه كل المواقف الجدلية انه يناقشها على الهواء قدام الجمهور عشان يبقى فيه شفافية، عشان لو في حكام عندهم نفس الأفكار أو بيفكروا بنفس الفكر أو بنفس الطريقة بتاعت الكابتن أمين عمر ياخدوا بالهم ويعملوا حسابهم ويعرفوا إن في حساب، ويعرفوا إن مفيش حاجة هتعملها وهتعدي من المسؤولين ولا من الجمهور. هل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا بخترعه؟ هل أنا بخترعه؟ تعالوا شوفوا في انجلترا هوارد ويب رئيس لجنة الحكام، فاكرينه الحكم يعني راجل كان راجل حالق شعره على طول، ده بقى رئيس لجنة الحكام دلوقتي هوارد ويب، اعتقد حكم ماتشات اهلي والزمالك قبل كده يعني. تعالوا شوفوا الراجل ده رئيس لجنة الحكام في الـ في الـ في الانجليش اف اي او في الاتحاد الانجليزي، بعد كل اسبوع عنده فقرة ثابتة في التلفزيون مع مايكل اوين نجم طبعا ليفربول السابق ونجم المنتخب الانجليزي السابق، بيستعرض فيها للجمهور على الملأ وعلى الهوى اللقطات التحكيمية الجدلية اللي بيختارها البرنامج، مش اللي رئيس لجنة الحكام بيختارها زي ما كلاتنبرج كان بيضحك علينا، لا، اللي بيختارها البرنامج، اللي بيختار اللي المتابعين مهتمين ان هم يسمعوها. تعالوا نشوف هوارد ويب ومايكل اوين في انجلترا كل اسبوع بيعملوا ايه. Well, let's move on to a big game between Arsenal and Manchester United. Kai Havertz here, which what looked in the first instance like it could have been a penalty, but with the help of VAR we saw something that may have told a different story. Yeah, and I was watching this game and thought to myself that looks like a penalty kick at full speed as Kai Havertz goes between Wan-Bissaka and Casemiro. Penalty was given, and of course we know that the VAR will always check every penalty situation. Yeah, okay. Well, let's have a listen to this one. Red last. Possible offside. Second phase. Possible penalty. Wan-Bissaka. Penalty given. 29. Penalty. Wan-Bissaka penalty. Yeah. Come around again. So there's nothing for Casemiro, so we're focused check. On Wan-Bissaka. Just trip on yeah. Havertz's leg. Let him just let him check.
Right, so that's the right foot across from Wan-Bissaka. I've explained the decision, let him check to it. I'm just going to need a few angles, mate. Yeah. Hey? So it's right foot. If it's no touch, I'll go and look and change my mind, OK? Just there. I don't think there's any contact from that right leg initially, because he takes another step. No, there's minimal there. Contact on the next one. I have another angle. I've explained why I think it's there's a bad. No contact he'll check on if the he's initial wrong one, and then there's really, really minimal contact there. So I think that's an on-field review. Yeah, I think there's no foul there for me. I don't think so, but he will look for me. Minimal contact. Yeah, having the attacker touch the back of the calf of the defender. Let's get the angles right, please. So if there's another angle that shows a clear gap where there's no contact. So is this one? Yep, that's a good angle. And then there's the contact from Havertz as well, as he goes through. Agreed. Sure. Yep. Just let him go through the process. Let him do the process. All right, Tails. Do you want to check the APP just in case he wants a stick? Wait. I'm going to be recommending an on-field review, but I'm just going to check the APP first. Okay, is there any contact? ده اللي بيحصل بره يا جماعة. في شفافية. مفيش حكم يقدر ينفذ أجندة خاصة بتاعته. الأندية بتصرف ملايين وفي جمهور بيعيا لما فريقه بيتغلب. حافظوا على شعور الناس واحترموا الناس. دي قناة البريمير ليج، قناة موجودة على الكيبل عادي في إنجلترا. أي بيت ممكن يشوفها. بيذيعوا لايف الحديث كامل بكل شفافية ما بين الحكام عشان كله يبقى على الهوى. وأنا بقول لكم الحديث بتاع الكابتن أمين عمر امبارح والكابتن محمد عادل اتزاع سهوا أو قصدا أم أيا كان. لو سمعنا الأحاديث في الفترة الماضية والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها والسنة اللي قبليها من أول لما الـ VAR اتطبق هتشوفوا مهازل زي المهزلة بتاعت امبارح، أو هتسمعوا مهازل زي المهزلة بتاعت امبارح. أنا بقول لكم الحقيقة. عارفين ليه ولا لا؟ مش موضوع انتماءات، مش موضوع انتماءات ولا موضوع تنفيذ أجندة، بس موضوع إيجو 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 جوه الحكام. أنا أنت مين أنت أن أنت تناديني وتعدل عليا؟ أنا اللي أقول القرار. إيجو كبير جدا ودماغ كبيرة جدا عند بعض الحكام، وقلت الكلام ده قبل كده وأنا عارف هما بيفكروا إزاي. أنت يعني بدل ما ياخد البني آدم العادي اللي هو الطبيعي بيفكر بشكل طبيعي، لما النهاردة زميله بيحاول يساعده عن طريق التكنولوجي هو مش بيعلم عليك، ده بالعكس ده بيساعدك، حاجة ما تقللش منك، ده هو اسمه مساعد، ده بيساعدك. في الآخر أنت اللي هتنجح، أنت البطل. فالنهاردة في حكام عندنا للأسف، بعض الحكام، وأنا بقول لكم أنا عارف وهم عارفين أن أنا عارف الحقيقة، واخدين الموضوع بيعني بيعني أنت مين أن أنت تبعت لي أن أنا أنت عدل عليا، هي مش ضرب الجزاء. فتقول له لا هي بص ضرب الجزاء، يقول لك لا مش ضرب الجزاء، انا مش مقتنع. مش مقتنع دي انا دخلت ايه، دخلت كده في الاهواء الشخصيه. عمرك ما هتلاقي مثلا حكم في انجلترا الراجل بيقول له ضرب الجزاء فبيقول له طب وريها لي من الناحيه دي فتطلع ضرب الجزاء، فيقول له لا انا ما دخلش الا ربعها، فيقول له لا بقى دي ضرب الجزاء، ففي الاخر قبل ما يمشي يقول له ايه I'm not convinced، أنا مش مقتنع، اخرس، ويروح راجع وعامل إسقاط. فيش كده في الكرة، فيش كده في الكرة. في الكرة في قانون، لازم تطبق القانون، لازم اللي يغلط يتعاقب، لازم يبقى فيه شفافية لو عايزين إن احنا يبقى عندنا كرة بحق وحقيقي. تاني بحيي لجنة الحكام وبحيي رئيس لجنة الحكام إن الاستجابة كانت سريعة، وإن التحقيق والطلب للتحقيق مع كابتن أمين عمر كان فوري، وبنطالب ان يبقى فيه عقوبه وتبقى فيه عقوبه معلنه والنظام ده يمشي على الكل. لو حد حسب ضرب الجزاء للزمالك مش ضرب الجزاء، وفي باين ان نيه ان هو راجل ما بينفذش القانون صح، يتعاقب وتتعلن العقوبه ضد اي نادي. هنا هيبقى عندك عداله، هنا مش هيبقى فيه احتقان، هنا هترجع الجمهور للمدرج، هنا هيبقى عندك كوره بحق وحقيقي، هيبقى عندك كرة بحق وحقيقي زي ما كلنا بنحلم.
الموضوع ملوش علاقه لا باهلي ولا زمالك ولا اي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بتمنى ان تبقى فيه قناه خاصه او قناه على اليوتيوب خاصه او بيمتلك حقوقها الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه الدوري الممتاز، لان دي قناه البريمير ليج، قناه الرابطه. وتخيلوا بقى ممكن يحصل ايه ولا لا؟ انتوا عارفين ممكن يحصل ايه؟ انتوا ممكن تكسبوا فلوس من القناه دي، وفلوس كتير، لان دي من حقوق الرابطه، من حقوق الرابطه. تاني، انت من حقك ان انت تبيع البرودكاستنج، النقل التلفزيوني، وحتى تبيعه ديجيتال مش مشكله، لكن في الاصل انت المفروض كرابطه انديه يبقى عندك القناه بتاعتك على اليوتيوب، يبقى عندك طبعا انت عندك السوشيال ميديا اكاونتس بتاعتك، لكن من حقك ان انت تعمل فقره زي دي. جيب رئيس لجنه الحكام بريرا كل اسبوع، اسمعوا كلامي انا مش بخترع حاجه، انا بقول لكم حاجه بتحصل بره، وجيب الكابتن عماد متعب، راجل تاريخ كبير في الدوري المصري، عضو في رابطه الانديه الدوري الممتاز، وخليه يحاور بريرا كل اسبوع، ويعرض الحديث بتاع حكام تقنيه الفيديو مع حكام الساحه على الملأ، ويكون مزاع، ويكون فيه شفافية. وتخيل بقى ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن تكسب فلوس، ممكن تكسب فلوس كويسة قوي، وبالدولار، بالدولار. خطوة اتمنى ان هي تحصل، واتمنى ان هي تحصل في اسرع وقت ممكن. الكلام ده انا ناديت بيه، قلت لكم من 26 ابريل اللي فات، بقى لي سنة ونص بنادي بيه. يا ريت الكلام ده يحصل من أول الأسبوع اللي جاي. وصدقوني هي فكرة كويسة جدا، وهيبقى فيه شفافية، والأمور هتبقى واضحة، وهيجي لك واحد كده هيهمس في ودنك يقولك إيه، ما تسمعش كلام ميدو، الموضوع ده هيدخلك في مشاكل كبيرة، اوعى تسمع كلام ميدو، الموضوع ده هيدخلك في مشاكل كبيرة، هيقولك كده. اللي بيقولك كده بيورطك. اسمع بقى كلامي، اعمل اللي انا بقولك عليه ده زي ما الناس بره بتعمل، زي ما وريت حضراتكم، ونص مشاكلك هتخلص، نص مشاكلك هتخلص. النهارده كان في ماتشين في الدوري الممتاز، والاسبوع ده يعني مليء بالمباريات واحداث كتيره حصلت في الاسبوع الاول والتاني للدوري المصري. بعد الفاصل هينضم لي هشام رشاد، وهينضم لي محمد عويس، وتحليلات تكتيكية لطارق شعبان بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، والفقره دي عاملينها يعني فقره تحليليه تكتيكيا، حاجات ممكن تكونوا حضراتكم ما شفتهاش في النقل التلفزيوني، كلام يعني بنفصص فيه الدوري المصري وبدايات الدوري المصري، لان انا في رايي ان البدايه كانت كويسه جدا، لكن عايز اعرف راي ضيوفي، ونعرف حاجات مهمه جدا من نجوم الريمونتادا. هشام رشاد، هشام مساء الخير، ميدو عامل ايه حبيبي؟ منورني. بنورك حبيبي. وعوده النجم او عوده الابن الضال، عوده الابن الضال للريمونتادا، نجم الريمونتادا اللي راجع من اصابه طويله، طولت شويه، اصابه يعني كانت مزمنه، لكن الحمد لله ربنا كرمه وخف، الكابتن محمد عويس. عويس مساء الخير حبيبي يا ميدو، منور الريمونتادا حبيبي، بوجودك يا حبيبي. وطبعا نجم الريمونتادا ونجم التحليل طارق شعبان. طارق مساء الخير. مساء الفل يا ميدو، منور الريمونتادا حبيبي يا ميدو. حبيبي يا طارق. نبدا بعويس. عويس، يعني انطباعك يعني عن اول اسبوعين خلاص بيخلصوا، في ناس دايما بتقول لك ان الدوري بيبقى محتاج شويه وقت عشان اللعيبه توصل لافضل مستوى ليها، من الناحيه الفنيه ايه انطباعك عن الفرق كلها؟
طيب انا معلش هختلف معاك بقى من الاول. اوكي. ان البدايه اصلا بالنسبه لي بدايه هاديه جدا. يعني باستثناء ماتش الاهلي والمصري وبيراميدز والزمالك وماتش بلديه المحله والمقاولين بالذات اداء بلديه المحله، الماتشات الثانيه كلها بالنسبه لي رتمها هادي قوي وبطيء قوي، مع ان انا بالنسبه لي انا يعني كنت متخيل ان البدايه هتبقى احسن من كده، عشان بقى لنا من 6 سنين مثلا اول سنه الفرق كلها تعمل بري سيزون محترم، عندها وقت كان كافي ان هي تريح وتعمل بري سيزون محترم، فكنت فاكر ان البدايه هتبقى احسن من كده شويه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني خلي بالك ان المواسم المتلاحمه دي بتخلي البدايات احسن عشان الرجل. انا فاهم لان مش محتاج ان وقت مش محتاج ان هو الوقت ان هو يخش في الماتشات، فاهمني ولا لا؟ يعني حته المواسم المتلاحمه السنه ليها عيوب كبيره جدا طبعا، بتبقى في اخر السنه، لا بتبقى في على المدى الطويل بالظبط، على اللونج تيرم طبعا بتاثر على اللعيبه، بتديهمش فتره كافيه للراحه والاستشفاء، وان هم حتى من الناحيه النفسيه حضروا نفسهم مره تانية. بس ممكن يكون ده سبب تاني، هيحتاجوا وقت. يعني انا بتكلم فيه ان هم هيحتاجوا وقت، الفرق كلها تحتاج وقت. في خلي بالك انت 11 فرقه من 18 معاهم نفس المدربين من السنه اللي فاتت، وما كانش اعتقد ان كان ده برده كان بيحصل. الفرق اللي باديه كويس، لا ما هو الاضراب بتبقى ماشيه تمشي، تبقى هي ناويه تمشي بعد 5 ماتش مش من الاول خالص، موضوع البدايه مش مشكله في بعد ماتش وماتشين. اللي ماشيين كويس حتى الزمالك على فكره، حتى طبعا عندنا تحفظات كتير على الاداء وعلى حاجات كتير هنتكلم فيها بعدين. الفرق اللي هي اوريدي ما عملتش ترانسفيرز كتير، اللي هي عندها استقرار، دخلت 3-4 لعيبه على الفرقه زي الاهلي زي بيراميدز، احتياجاتهم هم دول دلوقتي ماشيين كويس. طب هشام، يعني عايز اخدك للفرق الصاعده وتقييمك للفرق الصاعده، الجونه وزد وزد والبلديه، عايزك تقيم لي الثلاث فرق. بص البلديه، تعالى نبتدي بالبلديه. النهارده كان تاني ماتش للبلديه، انا شايف ان احمد عبد الرؤوف مدرب محترم جدا. عنده هويه لعب ممكن هتظلمه في مباريات معينه هو مصمم عليها، لكن هو مدرب من المدربين اللي دارسه كويس جدا، مش بس فنيا، لا ده واخد كورسات في حاجات فتنس وحاجات العوامل النفسيه، فهو شغال على نفسه وصارف على نفسه بشكل كويس جدا. المفاجاه كلها ان مباراه المقاولين ميدو كانت عامله زي مباراه الكاس، انت مش عارف تذاكر البلديه بشكل كويس. فالمقاولين نزل المباراه بانا نادي المقاولين العرب، بلعب فرقه لسه صاعده، فما كنتش دارس البلديه بشكل كويس، ونزل احمد اتفاجئ فرقه بتستحوذ. دايما احمد عبد الرؤوف شغال على الاستحواذ، على تجميع اللبتو، شكله متاثر بلعب برشلونه، الاستحواذ تجميع اللعب في مكانه، بعدين بغير الملعب في الحته الفاضيه، والكلام ده كله شغال وبيشتغل بالضغط العالي، الخطوط كلها بتلعب في 30 يارده، ليها مميزات وليها عيوب. العيب ظهر النهارده ان احمد سامي ذاكره. صح. ذاكر احمد عبد الرؤوف. لعب بنفس السيستم اللي هو لعب بيه، اللي هو الكوره في رجلي وبجمع وبغير وكل حاجه، ولكن في حاجه اسمها كواليتي وفي حاجه اسمها خبره. برافو ان البلديه بتلعب كوره حلوه جدا، وبيصمم ان هي تلعب كوره حلوه جدا، ولكن لما بتلعبها بكواليتي اعلى من كده النتائج هتبقى افضل من كده. لكن اللي حصل ان انت عندك خط الظهر ميدو بيقابل شويه صعوبات، ان هو ما عندوش سرعات. لو واحد بس ما ضغطش بشكل 100% او فكر تفكيرتين ان هو اضغط ولا اقف، وجت كذا كوره لسموحه زي ما احنا شايفين كده، ده جول اتلغى بسبب التسلل. والحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها، ان البلديه ابتدوا بشكل كويس جدا اول 10 دقائق، وبعد كده سموحه سيطر على او ساب الكوره تبقى في رجل البلديه، وهو عارف انا بعمل ايه، انا هضرب ديفنس البلديه ميدو في ظهره في وقت معين، وده فعلا اللي جه منه ضربه الجزاء. طبعا ده خطا. انا عايز معلش عويس اناقش معاك، يا طارق الحته دي، يعني ممكن نرجع الجول اللي فات اللي هو الاوت ده، عشان برضو اللعيبه اللي بتتفرج يعني الناس اللي بتفرش الدور من اوت، مع ان حارس المرمى ده لسه مطلع كوره قبلها كانت جامده جدا. لكن انا عايز من الاول صح، اللي انا عايز اقول ان البلديه محتاج جول، لان انا اتفرجت عليه قدام المقاولين، هو جول من الاجوان اللي بتبتدي الكوره، واحمد عبد الرؤوف جايب جول بيلعب برجليه كويس جدا في هنا الهجم. لكن معانا السنه اللي فاتت اساس الشغلانه بقى ان انت تصد. في اخطاء وقع فيها في مباراه المقاولين، والنهارده جون زي ده في عز ما انت ماسك المباراه، جون زي ده راح مركب سموها عليك. احنا بس في شويه حاجات تفاصيل صغيره، والشباب اللي بتتفرج علينا واللعيبه الناشئين والشباب،
اوعى ان يبقى في اوت كده من الاول بعد اذنك لو ينفع، لو هي في يعني من بدايه الاوت. الراجل طبعا يعني لازم الراجل كابتن الفرقه بتاع البلديه كان لازم يبقى بادئ طارق بجوه بخطوتين، بادئ من جوه يعني انت ما تروحش معاه لغايه الاخر، لازم تبقى انت لو بدايته من جوه خطوه ونص خطوتين الجاريه دي بالنسبه له كانت تبقى سهله جدا. تفاصيل صغيره طارق لكن بتفرق في الاخر. جول من اوت اكيد احمد عبد الرؤوف بعد يعني من الشوط ما خلص كان هيتجنن. هو في موقف زي ده ميدو لازم لعيب الارتكاز اللي بيلعب في نص الملعب في الحته دي اللي هو يكون مايل قدام السنتر باك ناحيه الكره. يعني لو رجعنا بالفيديو لاول اللعبه هو الاول بيتلعب هتلاقي ان المسافه ما بين السنتر باك ناحيه الكره وبين اللعيب اللي استلم الكره من سموحه مسافه كبيره جدا. مسافه يعني لو وقفنا هنا هنلاقي المسافه ميدو بين السنتر باك اللي هو عند الايم الاولاني بتاع البلديه اللي واقف قدام الجول والمسافه ما بين الراجل اللي هو اللي بيتلعب له الاوت من سموحه مسافه كبيره جدا. لازم الحته دي تملاها لعيبه نص الملعب ولازم لعيب الدايره لناحيه الكره هو اللي ينزل يملى الحته دي عشان لو حتى لو الراجل بتاع سموحه لف ما يقدرش اللي هو يخش في المكان ده. يعني كان لازم الراجل ده يكون موجود هنا ما يقابلش من بره يقابل من جوه زي ما انت أيوة. زي ما انت ما قلت. وفي نفس الوقت ان لو الراجل ده ما فيهاش حاجه ياخد خطوتين من هنا وان الراجل رقم اللي واقف في الحته دي هو اللي ياخد الراجل ده وان المهاجم بتاع البلديه يسقط هو علشان يستلم الراجل ده منهم. وفي في 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 الشكل ده لو حصل بالتنظيم بتاع البلديه بالشكل اللي احنا بنقوله ده هيقدروا ان هم يقفلوا الحته دي وعمر الراجل بتاع سموحه ما ياخد الكوره ويلف بيها في المكان ده. كان لازم هو ده الشكل اللي يقوم بيه البلديه في الاوت ده. اوكي نرجع بس ممكن اقول حاجه قبل ما نمشي من البلديه بس يعني لو ليا بس النصيحه عايز اقولها لاحمد عبد الرؤوف وهو صلحها بين الشوطين. عنده سنتر باك كويس قوي اسمه محمد صابر كان بيلعب ناحيه الشمال او بعد اول 10 دقائق من الماتش كان هو ماشي كويس جدا. سموحه ابتدى بقى يضغط اول ما الكره تيجي لصابر كان بيتعطل قوي ميدو وغلط في غلطتين ورا بعض وطلع بين الشوطين على فكره عشان سنتر باك ناحيه الشمال وعايز يبدا الهجمه برجله اليمين. فنصيحه مني الباك ليفت بتاعه اللي بيلعب باك ليفت ده اسمه رضا اللي كان بيلعب في وادي دجله وبيلعب في منتخب الشباب كان بيلعب مساك ساعات بيلعب اصلا مساك. فلو ليا ننصح عبد الرؤوف بحاجه يعني جرب ده ان انت لازم السنتر باك عشان طريقه لعبك تنجح اكتر لازم السنتر باك بتاعك يبقى شغال صح عشان يبقى عنده الزاويه بتاعه الاستلام شايف بالزبط. عنده الفيجن شغال بشكل كويس. لكن هشام عايزين يعني نحيي سموحه يعني وكابتن احمد سامي الماتش الاولاني تعادل مع الجونه وكان المفروض يكسب ضيع فرص كتير لكن شفت فريق سموحه في اول مباراتين ازاي؟ لا سموحه من الفرق كابتن احمد سامي عنده كوره ومن النوع اللي بيصمم على افكاره وبيعرف يوصل لافكاره. هو دايما بيبقى عنده حاجه ان هو يا بيكسب سكور يا ممكن يخسر سكور. هو من النوع اللي بيلعب كوره جريئه كوره هجوميه ساعات كرة بتتحك لك النهارده فالامور بتبقى ماشيه زي مباراه الجونه طبيعي ان انا اكسبها 3-4 ولكن استهتار بعض اللعيبه ضرب الجزاء بتضيع مره بترجع لك تاني بتضيع هي فانت كنت المفروض تحسم المباراه دي بدري ولكن اللي ما بيحترمش الكره او كان فيها ريحه تعالي او سن التعالي فالجونه عرف يرجع بضرب الجزاء النهارده. مباراة المقاولين والبلدية خلت كابتن احمد سامي واللعيبة يبقوا عارفين ان هي رحلة مش سهلة. ذاكروا كويس جدا اشتغلوا كويس ما حاولوش يمنعوا البلدية عن الحاجة اللي هم بيحبوها امسكوا الكورة هاجم افتح ملعبك بس انا اول لما اقطع عارف انا هعمل ايه وهو ده اللي حصل. وجي حتى الشوط الثاني لما نزل حسام حسن كرة في العارضة واكتر من كرة كانت ممكن النتيجة تزيد صحيح طارق يعني البلدية مش موضوع بداية الهجمة بس لكن أنا النهاردة اتفرجت على الماتش اتفرجت عليه يعني شفت منه يعني جزء كبير. مشكلة كبيرة جدا طارق ولازم المدربين تعرف مفيش حاجة اسمها أن نلعب خط دفاع متقدم ومفيش ضغط على الكرة جدا البلدية يعني عندهم مشكلة كبيرة جدا. أنا فاهم كويس قوي أحمد عبد الرؤوف عايز يعمل إيه عايز يقرب الخطوط من بعض ولكن ده لازم يكون في ضغط عالي على الكره طارق. طبعا هي العلاقه بين الضغط العالي وبين الخط الدفاع العالي هي علاقه مترابطه ما ينفعش اللي انت تلعب بحاجه وتستغنى عن حاجه في نفس الوقت انت ما ينفعش اللي انت تقرر انت تضغط عالي ويبقى خط دفاعك متاخر فهي الموضوع كله مرتبط ببعض. لما بتشيل حاجه من الاثنين انت كده بتخسر الفرقه بتاعتك كلها لان انت
الوقت اللي انت بتضغطش فيه على اللعيب اللي معاه الكوره في منطقه بدري وانت بتلعب بخط دفاع متقدم، انت بتعري ظهرك خالص، لان انت بتخلي اللعيب اللي معاه الكوره عنده وقت على الكوره اللي هو يلعب الكوره في ظهر الدفاع، زي ما شفنا في الجول بتاع سموحه اللي اتحسب اوفسايد ان خط الدفاع كان متقدم. لا مش الجول بس، ده اكتر من كوره. يعني ده مثال في الهايلايتس اللي اتعرضت ان كان خط الدفاع متقدم. يعني لو قدرنا نجيب الجول ده هنبين بيه الفكره هو اللي هو عنها. انا لا ارى او مش شايف اي من السنتر باكات بتوع البلديه اللي يسمح لاحمد عبد الرؤوف يلعب بخط دفاع متقدم. هو ده، مفيش سرعات، مفيش موبيليتي. انت لازم يعني انا مش عايز عبد الرؤوف ان يعني يفضل ماسك في افكاره لا يبقى فاكر الموضوع. الدوري الممتاز مختلف، الدوري الممتاز كواليتي بتاعت لعيبه قدام عندهم سرعات، كواليتي بتاعت لعيبه نص ملعب يقدروا يستدوك في ظهرك. الاسلوب اللي كنت بتلعب بيه او اللي انت مؤمن بيه ممكن في الممتاز به في الممتاز ما تغيرش افكارك، اوعى تغير افكارك، بس حاول تو فايند ذا بالانس، ان انت تلاقي التوازن، دفاعك توازن. معلش يا ميدو انا اسف، ما انت كل مره تتكلم تقول لا لازم 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 عشان انا مؤدب، عشان مؤدب احنا في برنامج. بص كمان لازم ما يغيرش افكاره طبعا، ولازم يؤمن بافكاره ويكمل زي ما هو. في وقت من الاوقات كان سموحه كل كوره زي ما كنت بقول لك ان هي بتروح عند السنتر باك اللي ناحيه الشمال بيضغط ضغط بالاربعه وخمس لعيب، في وقت من الاوقات هتبقى محتاج ان انت تطلع على حد قدام عشان بتبقى 3 على 3 4 على 3 بتبقى اسهل لك ان انت تعمل ترانزيشن. صحيح. هشام اتكلمت على البلديه، كلمني على زد. عجبني جدا كابتن مجدي عبد العاطي بيلعب كره محترمه، بان احنا لسه مش يعني ما شفناش الماتش الثاني لسه هيتلعب، ولكن المباراه قدام الاسماعيلي كانت فرقه عارفه هي بتعمل ايه، ومتوقع ان واحد زي محمد اشرف اللي هو كان الباك ليفت بتاع الاهلي ده هيبقى من احسن الباكات ليفت السنه دي في زد. عندهم لعيبه كويسه جدا، شادي حسين راجع لينتقم، تحركات محترمه جدا، هيبقى من اللعيبه المميزه السنه دي، وانا شايف ان هو اتظلم في النادي الاهلي. يعني انا بالنسبه لي كان يقعد افضل من صلاح محسن من وجهه نظري الشخصيه. علي لطفي، وعلي لطفي طبعا زيكو. ولازم احيي كابتن عصام محمود حارس مدرب حراس المرمى، لان انا عرفت ان هو ذاكر لعيبه نادي الاسماعيلي كويس جدا قبل المباراه في حته ضربات الجزاء، واشتغل على ضربه الجزاء بتاعت كابتن عبد الرحمن مجدي، وانا اتاكدت ان هو جاب اللعيبه المميزه وكان عارف ان هو هيحطها في الزاويه دي، فدي حق ربنا يعني، فاهم؟ عبد الرحمن مجدي ما شاطش الا ضربتين جزاء في حياته وضيعهم. لا بس هو ايوه لا بس هو خلي بالك مش محتاجه مذاكره. لا مدربين الاجوان هيضربك خلي بالك. لا مدربين الاجوان، مدربين الاجوان عشان دي ملعبي، فاحنا هنا نسمع بقى لما بابا يتكلم على طبعا. صح 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 صح. لازم تبقى انت داخل محضر نفسك كويس جدا ان اي لعيب وارد ان هو يشوط ضربه الجزاء بتبقى حاطط برسنتج اعلى، فدي حق ربنا لازم اقولها له. هو حارس كان مميز. نادر السيد يعني واحد طبعا من العظماء اللي كان بيتميز بصد ضربات الجزاء، كان بيقول لي حاجه مهمه جدا. هو علمها لي بدون قطع كلامك، وانا على سكيل صغير بس هي فعلا بنسبه 70 على 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 كابتن نادر. ده هو لما كنت ناشئ وبتصعد قعدت مثلا بتاع سنه ونص كان كابتن حسين. طب قول لي كان بيقول لك ايه وانا اقول لك. كان بيكلمني في تكنيك الوقفه. ايوه كان بيكلمني في تكنيك الوقفه الاشول. لا هو عامه اللي بيلعب هو عامه كان بيقول لي الاشول لو المباراه مضغوطه وبريشر وماتش مهم وبتاع، النسبه الاكبر بوقفته بالحاجات دي بيحطها فيه، ودي كانت بتحقق. بالنسبه للايمن لما كان بيقف ستريت بيقول لك دي عدلته بتبقى بنسبه 75%، دي لو لف كيرف بيبقى الزاويه دي بيعملها، فكان بتحصل بنسبه كبيره جدا اللي كان بيقوله. عشان كده انا بقول ده واحد من اميز الحراس اللي جت في تاريخ مصر في ضربات الجزاء. وكان يعني نادر السيد مره سالته يعني وانا بلعب يعني عن ايه سر تصدي لضربات الجزاء، فكان رده ان اللعيب اللي دايما هيشوطها هيفتح هيفتح التسديد لازم بدايه وقفته القدم العكسيه اللي هي الثابته في بدايه وقفته هتبقى فاتحه سنه. لو اوتوماتيكلي يعني هو بيقول لك ان لو هو داخل يعملها كده الرجل الثابته وهو داخل
بدايه وقفته قبل الجاريه هتبقى داخله لجوه شويه. ده اللي نادر السيد وخلي بالك هو يا ريت تجيبونا نادر السيد مداخله كابتن نادر نتكلم. خلي بالك هو واحد من الناس انا كنت صغير وهو كمان كان لسه صاعد لان كانت الترتيب كابتن حسين السيد وكابتن نادر وكابتن عمرو عبد السلام كنا بنطلع احنا فكان هو من نوع الناس اللي هو كانسان يقعد يصعب بصراحه عنده الحته اللي هي الانسانيه ان انت ناشئ طالع بتبقى اصلا طالع خايف هو كان من النوع اللي بيحتضنك وكان بيعلمك صحيح. مش واحد بيحتفظ بسر يعني. نطلع فاصل ونكمل كلامنا مع نجوم الريمونتادا عن الدوري المصري وبعد الفاصل هنتكلم عن الدوري السعودي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المنتدى. عويس الزمالك لعب مباراتين حتى الان في الدوري ويعني تعادلين تعادل منطقي نوعا ما امام بيراميدز ولكن في المباراه الثانيه امام المقاولين هل الزمالك فرط في فوز مستحق ام المقاولين يستحق التعادل؟ لا الزمالك ما فرطش في فوز بصراحه. الزمالك مستحيل يميدوا الكره اللي احنا عارفينها يعني ان الكره مش 90 دقيقه بس والكره مش الماتش بس. انت بتعمل كل حاجه غلط فلا يمكن تكسب. انت بتتكلم انت اتكلمت امبارح في وديتها وقتها يعني قصه حسام عبد المجيد ده المفروض ما يحصلش في نادي الزمالك. بلس بقى ان الراجل اوسوريو ده انا يعني مش فاهم يعني بجد مش فاهم اكتر مره في حياتي ابقى فيه مدرب انا مش عارف هو مدرب كويس ولا او اكتر مره في حياتي ان احنا نتكلم مع حد من اللعيبه بحكم قربنا من اللعيبه مثلا يقول لي مدرب عالمي نتكلم مع الجهاز الفني يقول لي مدرب عالمي. اجي اتفرج عمري ما في حياتي ما كنت قاعد اتفرج على ماتش مش عارف المدرب لو عايز يغير هيعمل ايه هو انبريدكتبل اي حاجه. انت عارف انا عارف الصح ايه اللي هيحصل على يعني على معرفتنا بنبقى عارفين مثلا الصح ان انا عشان اظبط الدنيا في تغيير او اتنين لازم يتعملوا زي ايه يا عويس يعني مثلا في ماتش الزمالك والمقاولين ماتش الزمالك والمقاولين لا البدايه كلها غلط. ان انا اغير خمس او ست لعيبه في بدايه الماتش ده مبدئيا غلط. احنا اوريدي الماتش اللي جاي امتى ميدو يوم السبت 8 بيغير 8 ماشي انا بكلمك انت الماتش اللي جاي يوم السبت فلو انت عامل حساب الماتش الجاي فطلعت عمر جابر ومسلوسي ودونجا فبالنسبه لي ده غلط واطلعهم بره ليه قعدوا احتياطي بالظبط مش محتاجهم اخد ريسك على لعيبه ما لعبتش خالص مع احترامي طبعا ليهم ممكن هيبقوا بعد كده كويسين لكن زي ايشو وبيسو وحاتم سكر ممكن بعد كده يبقى كويس لكن ما ينفعش ابقى مغير في خط الدفاع كله متغير ما ينفعش ابقى بدات البدايه دي خلاص بدات كده والراجل هو عودنا ان هو بيبدا غلط يعني انا خلاص بقيت مقتنع ان احنا في 45 دقيقه ضايعه مننا فانا هيحسن بقى طب هل ده طبيعي يا هشام ان نادي الزمالك يبقى كل الجمهور كل ماتش خاصه في الفتره الاخيره مش عارف ايه اللي هيحصل بيحذر بيفذر دي مشكله لو انت تفتكر ان واحد من الناس اللي كنت بدعم اوسوريو قبل ما الدوري يخلص بشكل كبير جدا 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 وبقول تاتا جدا لان كان الناس ما ينفعش تلوم مدرب جاي وقت صعب طريقه لعب وطريقه لعب صعبه محتاجه فتره اعداد اول لما فتره الاعداد اتعملت ورجع بالمستوى ده اوسوريو اصبح مباح للنقد خلاص كل اللي كان بيتقال عليه قبل الموسم اللي فات انت النهارده بتتكلم اميدو ماتش ارتا سولار بتتكلم 9 في ماتش بيراميدز 9 متغيرين ورحت داخل على 8 لا ده قبلها 9 ودخلت 8 وبالتالي هيبقى في تغيير انت بتتكلم عمر ما نادي الزمالك من الموسم 93 94 عشان انا عارفك تحب الحاجات دي عمره في حياته من سنه 93 94 اول ماتشين في الدوري يتعادلوا وتامن مره في تاريخ النادي يعني تامن مره في تاريخ النادي ان انت اول ماتش ما تكسبهمش الراجل ده مش مفهوم انت بتغير عن ماتش بيراميدز انت بتتكلم عن ميدو التجانس هيجي منين التجانس هيجي منين وانت كل ماتش بتشكيل وبعدين انت بتتكلم صبحي لعب قدام بيراميدز انت بتتكلم نيمار كان من احسن اللعيبه هو دايما يا ميدو عنده حاجه غريبه جدا يا بيبتدي كويس جدا ويختم وحش جدا يا بيبتدي وحش جدا ويختم بشكل مختلف فهو صحيح. طبعا لا اوكي طارق الزمالك واهم المشاكل اللي واجهته امبارح
خاصة في التلت الهجومي. أنا عايز أخد أميدو من الكلام أنت كنت اتكلمت عليه امبارح، أنا عايز أبني عليه النهاردة، إن حاجة من الحاجات اللي أنت اتكلمت عنها أميدو امبارح إن الزمالك كان عنده مشاكل كبيرة جدا، إن كل اللعيبة في التلت الأخير كانت بتحاول هي طول الوقت تطلب الكرة في رجليها ومحدش بيطلب الكرة في مساحة. في فيديو موجود معانا عايزين نعرضه بيوضح الحالات دي، ان كل الوقت طول الوقت لعيبة الزمالك المهاجمين الأجنحة كل الناس الموجودة قدام كلهم بينزلوا يطلبوا الكرة في رجليهم، وده سهل اللعب بشكل كبير جدا على لعيبه المقاولين، بالذات ان المقاولين كان بيدافع مان تو مان في كل مكان، فطول ما اللاعب قدام اللعيب اللي انت بتراقبه هيكون الماتش بالنسبه لك اسهل. هو ده الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه ميدو، ان دايما لعيبه الزمالك في المهاجمين دايما بينزلوا يطلبوا الكره في رجليهم ومفيش حد ابدا بيحاول يتحرك في المساحه، كله قدام ديفنس المقاولين، بالرغم ان انت في المكان ده ميدو لو بصيت هتلاقي ان اللعيبه اللي موجوده في التلت الثاني كلها عند الزمالك المدافعين او لعيبه الارتكاز كلهم عندهم وقت على الكره وعندهم مساحه اللي هم يلعبوا كره في ظهر مدافعين المقاولين، فلو في حد من الزمالك بيتحرك فعلا في المساحه اللي موجوده في ظهر المدافعين مع وجود المساحه اللي موجوده هنا في التلت الثاني للمدافعين ولعيبه الارتكاز هيقدروا اللي هم يستغلوا المساحه اللي موجوده في ظهرهم، وده جزء منه حصل في الشوط الثاني. لو رحنا الفيديو اللي بعد كده، لا انا 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 بس ايه عايز اشرح للساده المشاهدين ضروري جدا، طارق بيتكلم في حته عويس ان 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 الناس لازم تطلب الكره في مساحه، طبعا ممكن حد تاني بيتفرج علينا يقول لك يجري فين المقاولين بيلعب بخط دفاع متاخر، مش شرط ان انت بتطلب الكره في مساحه انت اللي تاخدها، ان انت بتطلب الكره في مساحه عشان انت تاخدها تشد الدفاع صح. لما اوريدي لما انت بتجري في ظهر الناس الديفنس بيبتدي يرجع 4-5 خطوات عشان يحمي ظهره بالظبط، فبتظهر المساحات بين الخطوط، ساعتها بقى اوباما يبقى ليه خطوره، ساعتها زيزو في الحته دي يبقى ليه خطوره، انما طول ما اللعب قدامك بتقدر تعمل بتسكويز، يعني ايه بتسكويز؟ تاخد خطوتين ثلاثه لفوق وبتسهل الدنيا على المدافعين، كل ما الكره ترحل تاخد خطوتين ثلاثه لفوق، بتقفل ما بين الخطوط، بتسهل كل حاجه للمدافعين عويس طبعا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي ميزه الجزيري، خلي بالك هو الجزيري اكبر ميزه ليه ان هو بيجري على طول، كل ما الكره مع حد في نص الملعب بتلاقيه بيروح عامل الجريه دي، فده اللي بيخلق فرصه لزيزو، ده اللي بيخلق فرصه لاوباما دلوقتي ممكن لشيكابالا للناس اللي كانت بتعمل فراك، عشان الجزيري كان لازم ينزل امبارح في التغييره الاخيره ما كانش كابالا، هو الجزيري نفس القصه بتاعت حسام عميد، ده لعب ليه وده قعد ليه انت حطه على البنش اللي انت كده كده مش هتلعب، هو الجزيري على فكره ما عملش حاجه غلط بس ما عملش والله القصه الجزيري الناس اللي قعدت الجزيري بكل بساطه يعني اللعيبه الاجانب بتوع الزمالك بقى لهم 8 شهور ما بياخدوش فلوس عارف ما ودي الدفعه الثانيه تنزل للعيبه المصريين بس هو في نقطه اوتوماتيك قال لك انا ده المفروض تدي الاجنبي يعني تدي له لان ده راجل انت دلوقتي في نقطه بعيدا عن الجزيري اللي انا ممكن يبقى انت عندك الخبر اليقين لكن انا بالنسبه لي انت دلوقتي مش هتلعب ناصر منسي اللي واحد من احسن لعيبه او كان من افضل لعيبه نسبيا قدام بيراميدز تمام كان عامل العمق اللي انت عايزه انت عارف ان كده كده المقاولين واقف في نص ملعبه ممكن ما تبقاش دي ماتش الجزيري كبدايه جيم بس ناصر منسي كان لازم يبتدي بتلعب من غير راس حربه الزمالك بيلعب من غير راس حربه الزمالك نص الملعب فيه بيسو زيزو لو ما نزلش يستلم الكوره ما تعرفش تطلع بيها تمام بتديها لعمرو السيسي طب عمرو السيسي ينفع يبقى هو ده البلاي ميكر بتاع نادي الزمالك لا يعني بس ال 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 يعني ناصر منسي انا في رايي ان هو يعني كان لازم يبدا لازم حد منهم يبدا كان لازم اللي هو بتاع ولكن يعني ده مش تقليل من اوباما لان انا شايف ان اكبر مكسب للزمالك في الماتش اللي فات مستوى اوباما بيزدر اوباما بصراحه اوباما كان كويس قوي اوباما الماتشات اللي شفتها له ها دروخه هو اوباما لازم تبقى محدد انت عملت دروخه هيلعب 8 ولا هيلعب راس حربه انا معلش انا بلعب اوباما ليه فرقه سايبه الكوره اوباما هيعمل لي ايه هينزل يقعد خلاص لعبه 8 يمسك لك احسن من عمرو السيسي بالظبط كان لازم بين الشوطين بيشو يطلع وينزل اوباما وحتى لو اوباما هيلعب كان لازم الناس اللي تحت منه هم اللي يتحركوا في ظهر الدفاع يعني طبعا طبيعه اللي هو بينزل كان لازم زيزو اللي يتحرك ومصطفى شلبي والناس كلها اللي تجري في ظهر المدافع صحيح طارق يعني قول لنا على الاختلاف ما بين رؤى ما بين دونجا ما بين اي لعيب بيسو بيلعب ستة يعني اوزوريو بيستخدم يعني حسام عبد المجيد لعب ستة مع اوزوريو ففي يعني فبيستخدم الحته دي بيغير فيها كتير ايه الفرق اشرح لنا كده بالحالات ايه الفرق هو الفرق ميدو في البدايه ان في مفهوم عند الناس بيقول ان انت طالما بتلعب بلعيب نمره ستة
لعيب بيعرف يدافع كويس ولعيب بدني ولعيب ارتكاز من النوعيه القديمه اللي هو الدستروير. ده معناه ان انت بتسمح للفول باكس بتوعك اللي هم يعلقوا الناس كلها تطير فوق، ان انت عندك واحد بيغطي لك المساحات. ولكن ده مفهوم مش صح، لان انت لما بتلعب بلعيب بالبروفايل ده والمواصفات دي انت بتحتاج اصلا ان الناس اللي بتلعب جنب منه الفول باكس والناس بتوع نص الملعب اللي هم يقربوا علشان يقدروا يطلعوك بالكره من تحت. بالعكس لما تلعب بلعيب ارتكاز بيقدر اللي هو يلعب الناس من تحت. دونجا ماتش بيراميدز كان هايل. ده دونجا، بس انا عايز اروح للفيديو الاولاني بتاع روقه علشان نشوف ان لما بتلعب بلعيب الكواليتي بتاعه على الكوره مش احسن حاجه بيعمل لك مشاكل كتيره جدا. هنا روقه ميدو بيحاول يستلم الكوره، كان لازم الكوره دي وهي جايه له، ان لو نرجع تاني وهي جايه له من عند المسلوسي كان لازم ياخد خطوتين لورا ورا عبد الله السعيد ويستلم الكوره بهاف تيرن وعلى رجله اليمين ويلف ويبدا يلعب الناس من ورا. لكن هو عشان ما عندهوش الاساسيات دي او ما عندهوش النولج الكافي في استلام الكوره في الموقف ده، اخد قرار اللي هو يستلم الكره اللي قدامه ويبدا اللي هو يلعبها تاني عند المدافعين ويساعد فريق بيراميدز اللي هي تستمر في الضغط واللي هي تطلع للعيبه الزمالك من فوق. في الموقف ده ميدو اضطر عبد الشافي اللي هو يكون قريب هنا، لان الزمالك ما عرفش يطلع بالكره. لو كان لعيب الارتكاز عرف يلف كان زمان عبد الشافي علق فوق، ولما عبد الشافي نزل لهنا فمصطفى فتحي بقى موجود هنا، وهنا فريق بيراميدز قدرت انها تضغط على الزمالك في الحته دي وتاخد منهم الكره في المكان ده ويعملوا مشكله كبيره جدا. لو رحنا ومشينا بالفيديو هنلاقي ان في لقطات ثانيه لرؤى برضه بتحصل فيها نفس المشاكل. هنا بيستلم الكره من المدافعين لف، لازم الكره هنا لما تيجي تتلعب بين الخطوط اللي هي تروح في رجل اللعيب على طول، ولكن الكواليتي بتاع رؤى علشان هو مش احسن حاجه في المكان ده خسر الكره. وبرضه الفول باكس موجودين، عبد الشافي موجود هنا والزناري كان برضه واقف علشان يحموا المكان ده. نفس الفكره، رؤى بيعمل باس غلط والزناري برضه ثابت هنا وعبد الشافي ثابت هنا علشان يحموا الاماكن دي في الترانزيشن. صحيح. لكن انا برضو يعني انت جبت الجزء ده من رؤى، رغم ان انا هشام ضد تغيير رؤى، يعني ان هو كان ينزل في التوقيت ده، لكن بصراحه رؤى كويس قوي قوي لما نزل، من واحد من احسن الاشواط اللي لعبها من اول ما جه الزمالك. هو يستحق منه قدام، وكان بيقطع كويس وكان بيجري ورا الناس في الهجمات المرتده كويس، وكان كره بتطلع بشكل سليم، اتفضى خالص نص الملعب، اتفضى هو شاله لوحده. هو الوحيد اللي لعب نادي الزمالك امبارح. التمريرات اللي كانت من العمق هو اللي كان بيعملها، وفي اخر 10 دقايق هو الوحيد اللي كان بيرجع يدافع مع الدفاع. صحيح. طارق، لما دونجا بيلعب ايه الفرق؟ لما دونجا بيلعب الموضوع بيختلف، ان فرقه الزمالك في الوقت ده لما بيبقى عندها لعيب ارتكاز عنده كواليتي احسن على الكوره بيقدروا اللي هم يستحوذوا على الكوره بشكل احسن ويضمنوا خروج امن بالكوره من المناطق اللي تحت. هنا بنشوف دونجا بيلعب الكوره بين الخطوط لاوباما، ولكن الفرقه ما عرفتش تلف. دونجا هو اللي بيستلم الكوره وهو اللي بيلعب الناس في المكان ده، ولما الدنيا بتدي عليهم في المكان ده بيقدر اللي هو يودي الكره الناحيه الثانيه في مكان اوسع، مكان يقدروا اللي هم يدوروا بس فيه. بس انت ظالم شويه يا طارق، لان انت جبت لقطه لجوه فيها ضغط عالي وانت دلوقتي جايب لقطه هو استنى لعيب بيراميدز بيتحلق ورا. استنى في الفيديو، استنى في الفيديو هتشوف الضغط العالي. هنا هو بيراميدز كله دونجا من فوق، ودونجا هو اللي بيدير اللعب من تحت، هو اللي بيوجه دايما زمايله تلعبوا الكره فين، دايما بيحاول يستلم الكره. ولما محمود علاء لقى ان مفيش حل واضطر اللي هو يلعب كوره عاليه لفوق، كان اول واحد بياخد الكره الثانيه هنا هو دونجا، واخد الكوره وقدر يعمل باس كويس لمصطفى شلبي في ظهر المدافعين. لو مشينا بالفيديو هنلاقي ان بدايه الكوره ميدو بتاعه الجول الاولاني للزمالك في ماتش بيراميدز كان اساسها برده دونجا، في اللي هو قدر يخلي الزمالك يطلع بالكوره من تحت. دايما هنا دونجا بيتكلم مع الناس، بيتكلم صبحي العب لمحمود علاء، محمود علاء هنا برده دونجا بيكلمه بيقول له ايه ده استنى، بعد كده هيعمل اسكان هيشوف الملعب هيشاور اللي هو يلعب الكره الناحيه الثانيه ويدور اللعب بيفضي نفسه على فعلا. دونجا على فكره فعلا احسن فورمه لي انا شفتها من اول بيراميدز. يعني دونجا في حاله بدنيه وفي حاله ذهنيه ومركز ما شاء الله ربنا يحميه. يعني انا شايف ان بالمستوى اللي بيقدمه لازم يروح منتخب مصر بكل صراحه. يعني دونجا من اللعيبه اللي اتطورت ماتشين ثلاثه مش شرط، لا شرط هو لازم يروح. انا في رايي دونجا لازم يروح المنتخب. هو احسن لاعب نمره 6 موجود في مصر في الوقت الحالي هو دونجا، احسن من مروان واحسن من مهند ومن كل الناس الموجوده في الوقت الحالي. صحيح. ده كان حديثنا عن الدوري المصري مع نجوم تحليل الريمونتادا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل لاول مره في الريمونتادا هنفصص الدوري السعودي.
الدوري السعودي اصبح واحد من اهم الدوريات في العالم، منافسه قويه جدا، استادات يعني وبنيه تحتيه على اعلى مستوى، والدوري السعودي يعني اصبح محل اهتمام كل الصحف العالميه وكل الاعلام الغربي، ونسب مشاهده يعني عاليه جدا. لذلك خدنا قرار في الريمونتادا ان احنا ان شاء الله باستمرار هنغطي في فقره ثابته ما يحدث داخل الدوري السعودي. بفكر حضراتكم الاول بجدول ترتيب الدوري السعودي والمستوى متقارب ونقاط، يعني رغم بدايه النصر المتواضعه لكن قدر ان هو يتدارك تحت قياده مدربه كاستيلو، الهلال قبل وبعد نيمار، حاجات كتير، الاتحاد بعد حجازي وطارق حامد. الاتحاد في الصداره، بطل الدوري الموسم الماضي برصيد 18 نقطة، وقدر ان هو يفوز في المباراة الأخيرة يعني في ظل غيابات كبيرة جدا تحت قيادة مدربه نونو سانتو. الهلال تعادل مع ضمك في الأسبوع الأخير، واستياء كبير ما بين جمهور الهلال، وأخبار عن رحيل جيزوس المدير الفني. التعاون وبداية موسم رائعة تحت قيادة شاموسكا المدير الفني المتميز، 16 نقطة. الاتفاق تحت قيادة ستيفن جيرارد حبيب طارق، موسم هايل حتى الآن مع ستيفن جيرارد مع الاتفاق 16 نقطة. النصر 15 نقطة، لكن النصر جاي، خلوا بالكم النصر جاي. الأهلي 15 نقطة، وتخوف كبير ما بين جماهير الأهلي ومشجعيه على مستوى الفريق. الوحدة موسم هايل هايل وبداية موسم هايلة تحت قيادة دونس المقدرم دونس، وإيجالو نجم المنتخب النيجيري بيتألق منذ انضمامه إلى الوحدة. الفتح 11 نقطة تحت قيادة بيليتش. الفيحاء موسم بداية موسم هايلة، وكل الجميع متوقع أنه يعمل موسم كبير. الفيحاء 9 نقاط في المركز التاسع. الخليج نجمنا محمد شريف بيشارك وأحرز هدف. الشباب بيتعافى بانضمام كراسكو. الطائي أبها ضمك الأخدود الرائد الرياض 4 نقاط، وفي المركز الأخير الحزم. هشام الدوري السعودي وطفرة كبيرة بقدوم نجوم كبار ومدربين كبار. رأيك في اللي بيحصل في المملكة؟ حاجة ممتعة وحاجة مشرفة، وكلنا شفنا مباريتين لغاية دلوقتي، بنتكلم على مباراة الهلال واتحاد جدة خلصت 4-3 كانت في الدوري السعودي، وشفنا مباراة النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي كانت حاجة ممتعة جدا، كانت بعد مباراة مانشستر وبايرن ميونخ بيوم. هو سبحان الله مباراة خلصت ومباراة رجعت، وده اللي كان بيحصل، وكل ما الأهلي كان بيرجع يبان كواليتي نادي النصر. كل لما الاهلي يرجع كان في 5 دقائق النصر يركز. لا في فرق في الكواليتي كبير ما بين الاهلي والنصر، وده انا شايفه تكوين الفريق، انا شايفه اميده بسببين. اول حاجه انت بتبتدي فرقه فروم سكراتش، انت بتبتدي اهلي جده كان هابط طلع، فانت بنيت 50 او 60% من الفرقه، جبت نجوم وجبت كل حاجه، لكن في مراكز باك رايت باك ليفت، في مركز 6، في شويه ازمات. العكس صحيح من ساعه دخول اوتافيو وعودة تلاسكا. طبعا كلنا عارفين ان كانت في مشكله في غياب تلاسكا، كان كاسترو لويس كاسترو كان بينقل ماني يمين، وغريب لا يجيد غير الوينج ليفت. اول لما تلاسكا جه خد مكانه، ماني رجع مكانه، رونالدو عندك لسه، فوفانا لما يخش لما رجع من الاصابه، فوفانا ببروزوفيتش باوتافيو نص ملعب بمثلث هجومي بالخيبري. الخيبري مهم جدا طبعا، بس خلي بالك بروزوفيتش اساس مركزه 6 صحيح، ده لو رجع للسته قصه تانية. طيب بينضم لنا عبر تطبيق زوم من السعوديه الاستاذ عبد الله العبيدي مدير تحرير صحيفه الكاس السعوديه. استاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير لك ولضيوف الكرام الساده، اهلا بيك ونورنا ومشرفنا في برنامج الريمونتادا. وكنت عايز اخد راي حضرتك بشكل عام عن بدايه الدوري السعودي، ودلوقتي بعد مرور عده اسابيع نقدر ان احنا نحدد ملامح الدوري وملامح كل فريق
رأيك في انطلاقة وبداية الدوري السعودي؟ في البداية أحب أنتهز الفرصة السعيدة هذه بتواجدي معكم من خلال برنامجكم، وأقدم أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 93. أعاده الله علينا وعلى الوطن بألف خير. في الحقيقة الدور السعودي اليوم ما تقدر تحكم مين اللي راح يكون في المقدمة ومين راح يكون في المؤخرة بحكم الاستقطابات اللي حدثت في الدور السعودي، فصعب التكهن مين اللي راح يوصل إلى النهاية. احنا طبعا عندنا أربع أندية الكبار، لكن اليوم كل الأندية فيها محترفين وفيها لاعبين على مستوى عالي، لهذا ما تقدر تقول اليوم مين اللي راح يكون في المقدمة. صحيح أستاذ عبد الله، يعني بنستأذنك خليك معنا، لسه مكملين حديثنا عن الدوري السعودي. طارق، يعني النصر الأهلي والنصر، وعايزينك تحكي لنا يعني القصة بتاعت الأهلي بتاع الأهلي والنصر. الأهلي في تخوف كبير جدا ما بين جمهوره في عدم وجود توازن في الفريق، التعاقدات ما كانتش في المراكز اللي كان محتاج الفريق ان هو يدعمها، عدم وجود لعيب الارتكاز امام السنتر باكين اللي الاثنين متهورين بشكل كبير جدا، مستوى مندي، حاجات كتير وملامح كتير بانت في مباراه الاهلي والنصر. هو الاهلي فعلا مش متوازن جدا ميدو، مش متوازن خالص، واكبر مشكله بتقابل الاهلي فعلا هو نص الملعب اللي موجود قدام المدافعين ايبانيز وديميرال، يعني مدافعين معروفين كنا شفناهم في الكالتشيو كلهم، والاثنين مدافعين عندهم مشاكل كبيره جدا، لو انت ما حميتهمش من قدامهم بشكل كويس هتظهر عندهم مشاكل. ولكن الحقيقه ميدو ان كاسترو كان ذكي جدا وهو بيلعب الماتش ده قصاد الاهلي. الاهلي هو بيلعب ميدو بيلعب دايما بال 4-3-3 بمحرز وفيرمينو وسان ماكسيما، دايما هم الثلاث مهاجمين اللي موجودين قدام، وراهم فيجا وكيسيه ومجاهد. كاسترو هو بيبدا اللعبه دايما يميدو، وهو ما بيضغطش عليه عالم، او الاهلي ما بيحاولش ان هو ياخد الكوره من السنتر باكات، كان دايما بيخلي بروزوفيتش يعلق لفوق ما يبقاش موجود جنب الخيبري، يبقى الخيبري لوحده موجود قدام الاثنين المدافعين، وبروزوفيتش يعلق لفوق علشان يثبت فيجا في الحته دي، وان اوتافيو دايما ينزل لتحت قدام المجاهد اللي ابن نمره 6 بتاع الاهلي في المكان ده، وتاليسكا بيخش لجوه شويه علشان يثبت كيسيه في المكان ده. الهدف من الشكل ده ومن الافكار بتاعه كاسترو اللي هو عايز دايما يفضي لسلطان الغنام ناحيه اليمين، وكانت دايما الكوره اول ما توصل عند الخيبري او عند العجمي السنتر باك اليمين كانوا على طول بيدور على سلطان الغنام في الحته دي، واول ما تروح الكوره لسلطان هنشوف في الصوره الثانيه اللي بيحصل ان دي هو الخيبري بيودي الكوره للغنام. لو مشينا بالصوره بعد كده هنلاقي ان سلطان الغنام وتاليسكا واوتافيو الثلاثه بيروحوا في المكان ده وبيعملوا اوفرلود على لعيبه الاهلي في الحته دي، وبيعملوا تفوق عددي عليهم. صحيح، عويس كاسترو ذكي جدا، دايما اوتافيو بيستخدم اوتافيو على حسب المنافس اللي بيلعبه، يعني في زي ما احنا شايفين لو نجيب اللقطه اللي طارق جايبها لنا ان هو كان بيعمل اوفرلود، يعني اوتافيو كان دايما يعني كان بيخلي عويس بروزوفيتش يسقط في اوقات كتيره جدا، يسحب لعيبه الدايره بتاعت الاهلي، واوتافيو بيروح مايل ناحيه اليمين ما بين الخطوط عشان يعمل اوفرلود زي ما طارق بيقول في الحته دي. واللي ساعد على ده ميدو سوء حاله رقم 6 بتاع الهلال بتاع الاهلي، يعني وغير ان ديميريل وايبانيز عندهم مشاكل طبعا لو مش محميين، عندهم مشاكل في الموبيليتي، عندهم مشاكل في حاجات كتير جدا، لو هم مش محميين هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا. اللي ساعد على اللي انت بتقوله ده ان اوتافيو يبقى عنده الحريه دي سوء حاله رقم 6 في النادي الاهلي، الثلاثه بتوع نص الملعب مش الثلاثه بس، لان لازم في وقت زي ده في الصوره اللي احنا شايفينها دي ان لازم اول الكره ما تروح عند سلطان الغنام، ان الثلاثه بتوع نص الملعب على طول اللي هم يتراك باك والثلاثه يرجعوا علشان يحموا الحته اللي قدام المدافعين، لكن هم بطاء جدا في الارتداد ولعبها سوفت جدا. صحيح استاذ عبد الله، يعني الاهلي ورغم البدايه الجيده ولكن الاداء في المباريات الاخيره مسبب قلق كبير جدا لمشجع ومحبي الاهلي. بالنسبه لفريق الاهلي طبعا اكيد من حق جماهير الاهلي اليوم انها تكون في حاله قلق، في حاله خوف وتخوف،
بحكم العام الموسم الماضي كان في دوري الدرجة الأولى، وهو عاد بداية الموسم بشكل جيد ولكن تراجع. هو أعتقد أن ما في انسجام الفريق، هل هو المدرب، الخطط اللي جالس يوضعها، التكنيك اللي جالس مو جالس يعني يوظف اللعيبة بالشكل المطلوب. عنده لعيبة على مستوى عالي لكن هو مو جاهز. يعني في رأيك المشكلة في المدرب؟ الأهلي محتاج مدرب بخبرة أكبر. طبعا الحلقة الأضعف اليوم هو المدرب، لكن بالفعل الأهلي بحاجة إلى مدرب أفضل من الموجود. يعني صحيح. خليك معنا أستاذ عبد الله لو 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 سمح. هشام، رونالدو لعيب يعني ما فيش حاجة بيسيبها للصدفة. مندي اشتكى في الهدف الاول المبكر ان هو ما كانش شايف الكره من الدخان، ولكن رونالدو بيدرب نفسه كويس جدا انه يلعب في كل الظروف. بص، القصه دي انا اول لما لقيت الدخان بتاع الشماريخ واعتراض مندي، بالرغم ان انا دخلت واتفرجت ايده من الكاميرا او من الزاويه اللي ورا المرمى، لقيت حركه رجله من وقت ما كانت كوره مع ماني، فاهم؟ الوقت اللي هي لما كانت الكرة مع ماني، من ساعة لما عمل الباس لرونالدو، أنا شايف إن مندي شايف الكرة من أول من ماني لغاية رونالدو، وخد الخطوات وطار وكل حاجة، بس هو طلع البقين دول بتوع إن أنا مش شايف من أول. بس أنا عايز أقول لك عشان رحت أنا داخل. لا أنا غير. أنا هخليك طبعًا القصة بتاعتك دي حلوة جدًا، لكن أنا عايز أقول لك إن الصورة اللي السادة المشاهدين شايفينها دي الملعب. أصلًا لعبت في الحاجة في القصص دي قبل كده، يعني بالذات في إيطاليا. انت في الملعب بتبقى شايف عادي، ما بتبقاش كده. لا خالص، بتبقى شايف عادي. هي بقى الزاويه بس كام شويه، يعني الزاويه اللي ورا الجون. صح طارق، وانت بتلعب في الانتر كده صح؟ كنت بشوف عادي. لا، الزاويه اللي ورا الجون ميدو بينت ان هو بيقول الكلام. طبعا هو مستواه يعني مندي بدا وحش تمام، مستواه في السعوديه باظ من المندي، يعني كان مندي كتير، مندي مستوارع ما بقاش في مندي. انا جايب لك حاجه، لعبه من 10 سنين اتعملت اسمها كاسترول ادج. دي رونالدو اللعيب اتعملت ان رونالدو بيشوف الضلمه ولا لا. جايب لك فيديو هو رونالدو بيشوف الضلمه، جاب لك بني ادم طبيعي جدا. طبعا هي بيبين لك هو ما فيش نور، واحنا هنا عشان استاذ ياسر قال لي ما ينفعش نضلم عشان الساده المشاهدين. دي اللي انت ده جاب لك بني ادم طبيعي، ومره واحده واحد بيعمل له كروس ويطفي النور. فطبعا هو بيلوش، يتوقع يشوف الكره فيه. هو الفيديو هنا لو فيه صوت بيقول لك ان انا الكره لما قبل ما تتلعب انا بخزن القرار، فلما الدنيا بتظلم مع ميكانيزم جسمي مع القرار باخده. وطبعا انت لو شفت الصوره ده هنا جايبين اللي هو النايت فيجن عشان الناس تشوف، لكن هي اصلا ده ضلمه ده الكاميرا في الاول وبعد كده تطفي فتحطها. فهنا جايب لك ان هو في الكوره بتاعه مندي، والناس دي اسمها كاسترول اتش دي، اكتبوه على رونالدو هتشوف الفيديو كامل. ان هو بيخزن إيه؟ كاسترول ادج. هو بيخش، هتلاقي الفيديو ده كان من 11 سنه. ان هو بيطفي النور وبيخزن قراره وبيعمل، فهو بيقول لك انا باخد، ما بيسيبش حاجه للصدفه ابدا، ما بيسيبش حاجه للصدفه. ده رقم حاجه بالنسبه ردا على مندي واكل المندي. النقطه اللي عايز اقولها برضو الـ من السعودية، ممكن الأستاذ عبد الله يقول لنا هل تم فرض عقوبات على جماهير نادي أهلي جدا؟ عرفت إن في عقوبات وصلت لغاية 100,000 ريال بسبب إن هم حذفوا 6 أزايز مية فقط، ما كسروش استاد. هل أستاذ عبد الله فعلا في عقوبات صدرت ضد جماهير النادي الأهلي بعد مباراة النصر الأخيرة؟ طبعا اليوم في قوانين صارمة، سواء كان الجماهير أو اللاعبين أو الإداريين، علشان يكون في انضباطية أكثر. طبعا في هناك قوانين صدرت وراح تطبق يعني. صحيح. أستاذ عبد الله، عايز أسألك يعني في الفترة الأخيرة، يعني في الإعلام ابتدى يطرح اسم مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إن في أحد الأندية في الدوري السعودي بتفاوضوا معاه. هل في اي اخبار في السعوديه عن او طرح اسم كولر على طاوله المفاوضات لاي نادي، ولا ده كلام غير صحيح؟ اعتقد ان الموضوع هذا او لا صحه لاي مفاوضات او حتى عروض بهذا الخصوص، سواء كان لمارسيل كولر او غيره. تلك الاخبار المنتشره اتوقع عند هي
غير صحيحة وتلعب على مشاعر الجماهير، بحكم أن اليوم الرياضة السعودية وصلت إلى العالمية، فاليوم تلاقي الجماهير كلها تتابع أول بأول خطوة بخطوة، تبغى تعرف وش اللي صار وش اللي كان وش اللي راح يكون، فهذا الموضوع غير صحيح. أستاذ عبد الله العبيدي، بنحيي المملكة وبنحيي السعودية وبنهنيكم طبعا على اليوم الوطني، بنهني كل الشعب السعودي وقيادة والقيادات في المملكة، وطبعا بنهنيكم على التنظيم الرائع والمستوى الرائع والدوري الرائع اللي أصبحنا كلنا بنتابعه وكل العالم بيتابعه، الدوري السعودي. أستاذ عبد الله العبيدي مدير تحرير صحيفة الكاس الرياضية السعودية، بشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لينا في الريمونتادا الدوري السعودي. يعني طبعا خلي أبيض، أنت فاهم يعني 100,000 ريال عشان ازازتين ولا اللي هي تلسكا معنا الصور، تعرف أغلى سجارة شربتها في حياتي؟ أه والله العظيم شربت سجارة قبل أحد الماتشات في الدوري السعودي وأنا بدرب الوحدة، واتجبت بالكاميرا وجالي غرامة 10,000 ريال ودفعتهم من مرتبي. أغلى سجارة مع الناس سجارة عادية. لا أغلى. أنت فاهم يعني إيه ميدو؟ أنت فاهم يعني إيه ميدو؟ أنت فاهم يعني إيه 6 أزايز مية ب 100,000 ريال؟ إحنا مثلا أغلى من السجارة دي. مثلا لا أنا بكلمك على كده. في قرارات صارمة وسريعة. لكن هو عامة مثلا اللي أنا أقول لك الخبر يعني حاجة هيبص تمام؟ والتلاسكا لما وقع بسبب ساعة الاحتفال. فطبعا احنا بنتكلم في مباراة كانت مباراة ممتعة ومباراة متزبطة موعدها على اليوم الوطني في السعودية عشان يبقى كرنفال ويوم احتفال جميل. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان المعلومات اللي جاية ان في كلاش حصل جامد ما بين نيمار وخيسوس او جيسوس بقى ما اعرفش انت بيه عشان ليه كلاش ليه؟ كلاش وصل كلاش قوي يعني. انا بكلمه في الملعب مثلا؟ لا يعني في كلاش دخل حصل وبنسبة 99% هو ده بسبب استبعاده او بسبب ان هو مش هلعب المباراة، وان هو ضاغط بشكل كبير جدا ان هو عايز تيتي مدرب البرازيل ولكن هو كإدارة نادي معلومة برضو حاجة حصرية ان هما بيفاوضوا مالديني كسبورت دايركتر لنادي الهلال. مالديني يمسك السبورت دايركتور بتاع نادي الهلال. الحقيقة مالديني عمل شغل رائع في الميلان طبعا، ويعني عمل فرقه كبيره ومن ضمن المكان. كان غريب قوي ان هو يمشي. كان غريب قوي ان هو يمشي. مش عارف يعني، لكن انا المعلومه هناك ان المدربين المرشحين بشكل كبير مدرب سيفيا لوبوتيجي ولوشيسكو الروماني اللي كان ماسكهم، دول اقرب اسمين داخلين. ولو جارسيا الدنيا ما مشيتش معاه كويس في نابولي جارسيا ممكن يخش، لكن انا في رايي ان جيسوس اتظلم بقدوم نيمار، لان جيسوس اسلوب لعبه بس هو من ميدو ده صدامي. خلي بالك دي لمطره، انا بتكلم على طريقه اللعب واسلوب اللعب معاك. يعني هو جيسوس طول عمره بيشتغل على الجناب، كور عرضيه كثافه عدديه في ال18 الكور الثانيه لعيبه الدايره بتزيد، هو ليه اسلوب لعب. بوجود نيمار غير طريقه اللعب، لا بوجود نيمار ووجود سالم الدوسري واحد من افضل اللعيبه ومالكم كله لسه ميشيل بره، الحته دي بيلعب فيها سالم الدوسري. لو لعبت نيمار نمره 10 عندك مشكله، ما بيعرفش يشتغل بيفقد لما تلعب تلعبه شمال هتودي سالم الدوسري فين؟ اوكي نيمار لعيب كبير ودي حقيقه رقميا انت بتتكلم كلام بالارقام. كان في عدم وجود نيمار كان الهلال بيخش في 22 و25 كروس. ايوه مفيش كروسات، كله بيدور عليه في قلب الملعب الاخر، عشان كده مهم جدا موضوع السبورت دايركتور ده. مفيش نادي دلوقتي بيشتغل من بس هو صدامي. انا فاكر ان هو ساعد اوتوماندي لما كان معاه في بنفيكا قال له انت لا تصلح وراح كمل المسيره. وهو جيسوس اصلا في حد يقول على سمان فرج وسعود بعد المباراه، خلي بالك خلي بالك ان جيسوس كان ماسك الهلال قبل كده ومشي من الهلال في وقت كان يعني ماشي فيه بشكل كويس جدا. لكن سبب رحيله في المره الاولى هو بسبب صدامه مع الاداره ولا اللعيبه؟ مع اللعيبه في الوقت ده كان عنده صدام كبير. بعد ماتش اسيا طلع قال لك سليمان الفرج كابتن من الكباتن، وجي قال لك سعود عبد الحميد قال لك ما عملوش وما يسويش، فخلاص قط اللبسه هتتباع فيها. صحيح. عشان قول لنا ايه موضوع الفانتزي اللي انت محضره لنا؟ والله دي نعرضها، انا اعمل لك حاجه ده فانتزي الريمونتادا. فانتزي الريمونتادا عاملين حاجه اسمها فانتزي الريمونتادا نلعبها كلنا
ميدو وعويس وطارق و اشرحها للساده المشاهدين القصه نعرضها بس الناس هي زي الفانتزي اللي بيلعب فانتزي عارف كويس الفانتزي 100% لكن طبعا اشرحها لكن في اي لاعب هتختاره انت هتختار قبل بدايه الدوري ب 24 ب 24 ساعه زي فكره الفانتزي صح هشام هت 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 هتختار تشكيل 11 بلس 7 بالظبط واللعيب اللي هيشارك في الماتش بلس 5 مش 7 صح هما بالظبط 11 وعندك 6 حارس واحتياطي هي شبه الفانتزي بس طبعا انت بتعمل وايلد كارد كل اسبوع تبعت التشكيل 24 ساعه قبلها على على وممكن الساده المشاهدين يشاركوا معانا طبعا يشاركوا يخشوا على فانتزي الريمونتادا طبعا يخشوا هاشتاج فانتزي الريمونتادا وخش وحط التشكيل بتاعك بالزبط. المشاركه في المباراه نقطه الكلين شيت او نظافه الشباك حارس المرمى بلس المدافع 5 نقط دي الرولز بتاعت فانتزي الريمونتادا اللي عمله لنا هشام رشاد اي مدافع او حارس مرمى يجيب جون هتبقى 6 نقاط زي اي هدف للاعب خط وسط 5 نقاط شبه الفانتزي العاديه بس هي وايلد كارد المهاجم لما يجيب جون 4 نقاط واي لعيب بيعمل اسيست 4 نقاط ولو الجول كيبر زي اندرسون كده مثلا عارف مين اللي هيكسبها دي مين هاني سليمان مين هو هاني سليمان بيشارك بشكل كبير جدا في جون اللي هي الكره الهاف فولي دي وكذا مره كابتن احمد سامي بيعتمد عليه ده واحد من الناس اللي هتعمل اسيستات يعني انت بتنصح الناس ان هم في الاسيستات مفيش نقطه على تضييع الوقت لا اه والله مش بهزر تخسر نقط المفروض تعمل اللي يضيع وقت يخسر هي بص هي انا لو بنتكلم في دوري احنا عارفين هي بص هدف عكسي خصم 3 نقط البطاقه الصفراء طبعا نقطتين والحمراء وكل حاجه الفكره كلها ميدو ان طبعا الجدول عشان الناس لما تيجي تلعبها في الفانتزي العاديه انت بتاخد فلوس تجيب بيهم التيم وبتعمل تغيير كل اسبوع انا بعمل لك وايلد كارد كل اسبوع من حقك تغير الفريق بالكامل كل اسبوع وايلد كارد وايلد كارد عشان انت هنا ممكن تلاقي دوري وايلد صح وايلد كارد اللي عارف ليه لان انت مثلا ممكن الاهلي ممكن تلاقي مثلا تاجل له ماتش عشان افريقيا طب انت اللعبه هتبوظ فانا بعمل لك وايلد كارد ان انت تغير بس اهم حاجه مش زي الفانتزي عندك 2 لعيبه فقط والهدف منها ان احنا نبص على لعيبه الدوري المصري لان انا لو باخد 3 اخد 3 من الاهلي 3 من الزمالك 3 من بيراميدز فيوتشر خلاص الفرقه اتفولت لكن لما مثلا انا خدت الشناوي معلول وخدت زيزو والجزيري هضطر ابص على فيوتشر هضطر ابص على بيراميدز هضطر ابص مثلا على محمود وحيد باك ليفت سموحه على فيرود احمد امين اوف او مابولولو صحيح ف صحيح. ان شاء الله هتلعب الجيم ده ولا لا طبعا فيحطوا دونجا طبعا دونجا مرعي دونجا كابتن الفرقه مرعي باك رايت قال لك وهنعمل صحاني من النوم والله كنت نايم حياه ربنا سمعت مرعي باك رايت دلوقتي صح والله ليه لا 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 هي 24 ساعه بص يا ميدو عشان الناس الساده المشاهدين 24 ساعه قبلها ايوه هعرف بدايه الاسبوع ازاي انا الجدول عشان كده عاملها كده جدول انت الجدول انت مثلا لو الماتش هيبتدي يوم الاثنين جاي جدول الدوري عادي هنبعتها يوم الاحد بس الساده المشاهدين هتبعت ايه تبعت تشكيلها وتبعت التاريخ عشان نعرف كتب بتاع قبلها صح. ولا بعد كتبت التاريخ فين جنب الرساله ان انا مثلا انت دلوقتي امال ايه انا واحد بعد الماتش يقول لك انا بعت التشكيل يجيب لي 800 نقطه يعني التاريخ جنب التويته مثلا جنب التويته فهي كده كده التشكيل عليها تاريخ عايزين نعمل بلاتفورم طيب لل 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 هي مشاركه فانتسي هي مشاركه لا انا عاجبني الفكره هي فكره بس ممكن نطورها بس هيبقى صراع بينا هيبقى صراع بينا هنشوف الترتيب اللي هيحصل بس انت ابعت قبلها ب 24 ساعه عشان انا متاكد ان الليج ده انا اللي هكسبه انا بقول لك مستحيل عشان انت مش هتتفرج على ماتش البلديه مثلا ولا الاتحاد انت كده انا بقول كده بتقلل من اسهمي كاعلامي يعني انا يعني انت طالع معايا تقلل من اسهمي كاعلامي انا راجل ما اتفرجش على الماتشات كلها لا يعني لا هي هتبقى حلوه ولذيذه والفكره كلها ان هي بتخلي الناس بشكل غير مباشر ان انت تتابع انديه الدوري الممتاز واهم لعبتها نورتني يا هشام منورك حبيبي انا اللي بشكرك ان شاء الله نورتنا عويس وعوده حميده حبيبي يا ميكو عوده حميده ايوه خلي بالك ان انت أيوة. اي وقت ممكن ايه اخد ايقاف تاخد ايقاف لا بقى كده احترم نفسك وامشي كويس كده كتير طارق شكرا يا ميدو شكرا يا طارق شكرا يا ميدو دي كانت حلقه النهارده من الريمونتادا اتمنى تكون عجبتكم بكره عندي لقاء حلو قوي وواحد من الناس اللي انا بستمتع بالكلام معاهم في الكوره بكره حلقتنا مع نجم الزمالك السابق الكابتن خالد جلال تصبحوا على خير